هنبيعها من 20. لا يا رب مش من 20، تقدروا تبيعوها من، ايوه من 20 حلو، لو على حسب الخامة بقى اللي انتوا استخدمتوها كده، ل 25 لو هنحط بقى حاجات زي كده وفيها شغل كتير، على سورتير، على كليبس، على طوق. الطوق طبعا غالي فهيبقى ب 25، على عكس لو على كليبس 22، من 20 ل 22، لانه بصوا 1 2 3 ودي اصلا غالي. شوفوا بقى هتستعملها انهي خامة وانهي ستان مشجر بانهي سعر وانهي تزيين من النص، هتحط مثلا اللعبة، هتحط الوردة بتاعتنا اللي احنا عارفينها ديت. شوفوا بقى انتوا عايزين تعملوا ايه وان شاء الله ينفع معاكم الموديل ده. عندي ستان دبل فيس، وعندي اي اورجانزا من بتاعت زمان اللي هي اللي هي كانت بتاعت زمان اللي احنا عارفينها دي. هنقيس طول مثلا معين، مثلا 60 سنتي، 60 سنتي تمام. وهن ايه هنعمل فيونك، اي فيونكة بقى نقدر نعملها من الشريطين دول مع بعض. اولا كده بالولاعة هنوحدهم كشريط واحد تمام كده اهو، سيحهم مع بعض كده يبقوا شريط واحد كده، او نلزقهم بالبي 7000. هي ده كده هما الاتنين شريط واحد. لو لسه مبتدئة لازم تعرفي ان الفيونكات الاساسية اللي تعرفيها فيونكة جوجو ولازم تتعلميها تمام. تقدروا تستخدموا اي اورجانزا عندكم، مثلا عندكم الاورجانزا دي، عندكم اي خامة اورجانزا، حتى لو الاورجانزا بتاعت زمان اللي هي كانت قبل ما الستان المضلع يطلع، كان في اورجانزا كده بالمتر بالبكر، حتى كانوا شارينها بالبكر البنات. بصوا المنتصف اهو حدته، وهعمل فيونكة جوجو بكل سهولة تمام كده. ادي المنتصف اهو، خليك هنا مكانك، هجيب ديت كده تمام، وزملتها كده، وهلزق بالبي 7000 من هنا تحت ده بالظبط، هلزق بالبي 7000 تمام كده. هنجري كده، هنحدد ديت، هنحدد دي من الفيونكات الاساسيه اللي لازم تعرفيها في الفيونكات لو انت لسه مبتدئه تمام. هتلاقوا فيديو للفيونكة جوجو بأسهل طريقة تمام، لو انت بقى عارفة الطريقة بتاعت الفيونكة جوجو ديت هتبقى واضحة ليكي اهي. وهنتني فيونكة عادية خالص، المفروض بقى ان احنا نخيط، الخطوة دي كانت خياطة بس انا عملتها سريعا عشان الفيديو ما يطولش تمام. تقدروا بقى تعملوا بدل دبل فيس تقدروا تستخدموا وان فيس وفوقها اورجانزا، عشان كده لو حد سالني قال لي نجيب ايه وانا مثلا ما عنديش خامات في البلد غير الوان فيس، تقدري تستخدمي وان فيس طبقتين. الفيونكة دي تقدروا تعملوها بالدبل فيس طبقتين، يعني مثلا بدل ما هي دبل فيس والاورجانزا تقدري تعمليها اتنين وان فيس، اتنين وش واحد، دي وش واحد ودي وش واحد، وتعملي فيونكة جوجو هتبقى منفوشه معاكي ان شاء الله. وهنجربها مع بعض في الفيديو برضو. ده هيكون ده شكلها. هنا انا عملتها عكس عكاس، فيونكة عكس عكاس. اي ستان معاك تقدري تعشجيه في الفيونكة في الاورجانزا كده وتعملي فيونكة بكل سهولة. هنثبتهم طبعا مع بعض بالشمع وهنعمل فيونكة بكل سهولة زي طرق الفيونكة اللي احنا عملناها اهي. ده يعتبر انت كده استغلتيه كستان مشجر. لو انت عندكيش ستان مشجر وعندك اورجانزا مشجره تمام، يبقى احنا كده استغلينا الاورجانزا فعملنا بيها كده ستان مشجر جديد اهو. شوف اللون ده ما كانش ماشي معايا جو، حطيته على الابيض، وبرده ديت برده حلوه. يعتبروا الاثنين قريبين من بعض في الشكل لحد ما، بس طبعا في يونكة جوجو نحط لها بقى القفله الحلوه بتاعتها. في يونكة جوجو لما بتتعمل بجد بتدي شكل مختلف خالص وبتبقى منفوخه كده. تقدري بقى تحطي في يونكة جلد في النص، لعبه من الالعاب، بروج، لعبه مثلا، اي حاجه بقى ان شاء الله تنور لك التوكه كده وتخليها حلوه. الدبل فيس نفع في فيونكة جوجو هو، عشان بس اللي بيقول لي ما بينفعش في فيونكة جوجو، هو نفع اهوت معايا فيونكة جوجو دبل فيس اي نوع، اللي هو المستورد والمصري العادي اللي هو الطري والناشف. 4 قطع ستان، 2 اورجانزا واتنين ستان. هنعشق كل اتنين مع بعض كده من الاورجانزا والستان زي ما احنا عملنا الايه اللي فاتت اهو كده، ونسيحهم مع بعض. اهم حاجه ما يكونش فيه سنتي زياده، يعني نفردها كده اهو اهو، يتبقى معايا ولو سنتي واحد هنقص، وهنسيح بالولاعه يبقوا الاتنين شريط واحد عشان نعمل الفيونكة الجميله ديت مع بعض. وهنجيب الطرفين مع بعض كده بالولاعه برضو وهنسيحهم مع بعض، كل قطعه اهو
لو عندك شمعة هيكون افضل، ما تضغطيش كتير على الولاعة عشان ما تبصش، سيبها ترتاح شوية ان النار تسيح زي ما قلنا الزرار. تأكد بس ان هي ما تتفكش من بعضها كلها اهي. لو عندك زي ما قلنا الولاعة تسهل عليكي، تمام كده كله مع بعض اهو. تأكد ان هي مش هتتفك، ماشي. هنحدد المنتصف وهنيجي كده كده المنتصف اهو ظاهر معايا اهو. هنعمل شمع خط كده والمنتصف هيكون في نص الايه الشمع، وهنحط عليه على طول الستان اهو بالظبط. بس اهم حاجه خط معوج كده. بصوا ده هيكون شكلها. تقدروا تعملوها بالدبل فيس، انا كنت عاملاها بالدبل فيس كانت تحفه ما شاء الله. يعني ده استغلالي للدبل فيس كنت بعمل بيه، تمام كده. وهنتني او نخيط بقى براحتكم. هتدي برضو شكل مختلف عن فيونكة جوجو. لو عندكم اي نوع ستان تقدروا تستخدموه في الفيونكات ديت، تمام. ده هيكون شكلها من قدام اهي. نظبط بقى شكلها براحتنا خالص. عملت منها الاسود بالدبل فيس اهي، تمام. انا حتى كنت جايبه دبل فيس عشان اعملها بالدبل فيس بس نسيت. هعمل بقى الجفلة من النص أورجانزا وستان عشان ايه بدي اديها شكل كده مختلف وحلو. 7 سنتي تقريبا او 6 سنتي على حسب ما انتوا حابين. وهنتني 3 همات مع بعض وبالولاعة نفس الفكرة، بس هنعمل ستان وأورجانزا مع بعض. هديت برضو شكل مختلف وحلو للفيونكة. حبذا بقى لو انتوا عايزين الاورجانزا تبان اكتر، كان المفروض الورده ديت تكون في النص. لو جيت قصيت كانت المفروض الورده دي تبقى في النص عشان لما تيجي تبقى الورده تيجي تحطها تبقى الورده معاكي في النص. بس مش مشكله، برضو هنحل المشكله دي. بصوا الجمال جميله خالص ما شاء الله. طبعا نحط هنا ستان اول 1 سنتي، بعدين نحط فوقيه ديت عشان الحاجه تبقى ايه حلوه وجامده. بصوا ده هيكون شكلها. نظبط بس كده ايه الفيونكه اهي. عملتها مرة بالدبل فيس من غير أورجانزا بس اهي. نحطها بقى على كليبس على سورتيت. كنت هجفلها بس قلت اقول لكم النقطة دي بالمرة. ما تنسوش بس تعملوا لايك. انا عاملة الجفلة 7 سنتي بس انا ما حطيتش كليبس، لان انا هعرض دي على ايه على الكارت من غير كليبس عشان الكليبسات ما تخلصش مني. فالجفلة ديت انا عايز دلوقتي اكفلها من غير ما هدر جفلة او اجص. بعمل ايه بقى؟ باخد دي كده ودي كده. هاخد ديت هنا كده وديت كده. ايه رأيكم؟ وهتطلع من قدام جفلة عادية خالص. تقدر تفك دي تستخدميها تاني برضو ما تهدرتش معانا اهي. اهي دي كده ودي كده اهي. ودي شوية الفيونكات اللي انا عملتها معاكم. اتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا عليه لايك. متنسوش بقى تدعموني وتقولي اي تقولي رايكم في شويه الفيونكات الحلوه ديت، تمام اهي. تقدروا تستخدموا بقى اي نوع واي خامه. يعني بصوا معاكم اي اورجانزا عندك، اي ستان عندك، مش لازم زي ما انا استخدمت بالظبط، تمام كده.